السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سأتحدث إليكم عن جزر المالديف. تقع جزر المالديف في قارة آسيا، تتكون من 26 سلسلة من جزر مرجانية، وتحوي 95 منتجع سياحي كان يسميها العرب ذئبة المهل. عدد سكانها 300,000. الديانة الإسلام. لغتهم المالديفية. مصادر دخلها كان مصدرها الأول صيد الأسماك، ومؤخرا اعتمدت على الدخل السياحي. مصدرها الأول لكثرة السياح وجمالها وهدوئها وتوفر المياه التي تسمح بالغوص تحتها. شكرا لكم، دالي عبد الرحمن.